لان وكاين الناس مختصين في الزي وغادي يفهموا اكثر مني. هذا الزي هذا من منطقه سوسمتسا وسط المغرب. انا كنحضر من مدينه اكادير. هو زي امازيغي اللي كيعتمد اكثر شيء على الالوان اللي كتقدروا تلاحظوها، اللون الاخضر الاصفر الاحمر والازرق. ثاني شيء اللي كيتركز عليه الزي الامازيغي هما الاكسسوارات، هو من الفضه وحجر اللبان وحجر المرجان. فكانوا المرجان واللبان ايوه، يعني هادو من الاحجار اللي هي معروفه كثير في الحضاره الامازيغيه. والفضه يعني طبعاً. يعني عندهم الفضه من المعادن الجد الثمينه. فانا اختاريت هاد الزي باش نعرف بالحضاره الامازيغيه ونعرف بالثقافه المنطقه في المغرب اللي كنتمي ليها. لهذا نفس الشيء اللي انا لاحظته في خلال المباريات الثلاث اللي حضرت ليها مع منتخب المغرب. فكنشوف انه بلدان من كل العالم، البلدان العربيه كلها كتشجع المنتخب المغربي، بلدان من جميع القارات يعني جالسين جنب بعضهم كيشجعوا بعضهم. فكانت اجواء اللي رائعه جدا، والحمد لله انني قدرت نشارك فيها ونكون جزء منها. مريم، ده في استاد الثمامه تقريبا، دي مباراه المغرب وكندا اخر مباراه. أيوة، مباراه التاهل اللي فاز فيها المنتخب المغربي. ايوه، اللي كانت في ملعب تماما. زياش جاب جول في الدقيقه السته او السبعه الرابعه اسف. مظبوط. لا انت مذاكره كويس. انا استعملت المترو باش نمشي للملعب، وما شاء الله التنظيم. المترو بتخشي بتصريح حي، بطاقه هيا من غير ما تدفعي نقود او لا لا لا، بطاقه هيا كتخول لك انك تستعمل المترو. من المترو كنوصلوا للمحطه الاخيره كنلقاو باصات، الباصات هي اللي كتدينا حتى الملعب. التنظيم كان رائع، الضيافه كانت رائعه، يعني كان الناس في كل منطقه كتلقى ناس اللي كيساعدونا وكيوجهونا للطريق الصحيحه. الدخول للملعب كان يسير، صحيح انه يعني لازم الانتظار وكانوا يعني صفوف، ولكن هذا شيء عادي بالنسبه للعدد الكبير ديال المتفرجين المشجعين اللي كانوا حاضرين. لا، هو صراحه بحكم انني يعني كنشتغل بميدان الرياضه، فانا مدربه لياقه بدنيه ولاعبه سابقه لرياضه التايكواندو، فدائما كانت الرياضه يعني من اهتماماتي. كره القدم كنتابعها ك يعني احداث عالميه مثلا، فبالنسبه لي الاثنين معا يعني تشجيع الفريق ونغتنم فرصه انني يعني كنعيش. انت بتحبي كره القدم في الاصل. ومن اغادير بتشجعي حسنيه اغادير؟ حسنيه اغادير. مظبوط. حسنيه اغادير. طيب، كل التحيه بكل تاكيد لاغادير واهل اغادير وفريق حسنيه اغادير عشان خاطر مريم. شكرا. الاكثر لقطه عجبتني هو الهدف الاول اللي كان تسجل في الدقيقه الرابعه من خلال اللاعب زياش. يعني فرحنا، وخصوصا انه كنا في الملعب كمشجعين مغاربه يعني كننتظروا الفوز ديالنا، ففرحنا. كذلك فاش تم الهدف الثاني صابنا شويه ديال الرعب لما الفريق الكندي سجل الهدف الاول. ف كان احساس يعني جد صعيب علينا، ولكن الحمد لله يعني قدرنا نتغلبوا عليه وفزنا بالمباراه. يمكن انا كنشوف زياش انه رمز الطفل ولد الشعب، يعني احنا في المغرب تنقولوا ولد الشعب، فلهذا لقى يعني شعبيه اكثر وسط الشعب المغربي، مع انه تزاد في هولندا وكبر في هولندا، ولكن يعني بما انه يعني طفل خلق من اسره بسيطه وكبر وكان عنده يعني ظروف قاسيه في حياته اللي قدر يتغلب عليها بسبب الرياضه وكره القدم بالخصوص، فيمكن هذا جعله يكون اقرب للقلوب المغاربه. احنا فرحانين بزاف وجد سعداء اننا نكون مع المنتخب المغربي وحاضرين معاه. فرحانين بالناخب الوطني السيد وليد الركراكي، لانه اخيرا قدرنا نشوفوا المنتخب المغربي ديالنا يعني كيعيش في روح الفريق، الحاجه اللي كنا كنفتقدوها في النسخ اللي فاتت من كاس العالم. فالمدرب وليد الركراكي قدر انه يمنح الفريق هذه الروح، وقدر انه يزرع فيهم مفهوم العائله، وانه احنا في الفريق كاخوه وخاصنا نتقاتلوا مع بعضياتنا. احنا في المغرب تنقولوا خاصنا نتقاتلوا، والحمد لله يعني فرحانين. كيف ما كانت نتيجه المباراه
مع المغرب ضد إسبانيا، فاحنا فرحانين بالمنتخب، فرحانين بالناخب الوطني ديالنا، وكندعيو أن المغرب يفوز ويكون لملا أبو الفريق العربي اللي تأهل ربوع. أكتر حاجة كانت بتتغنى في الملعب في يوم ماتش كندا، جيبوها يا الأولاد، جيبوها يا الأولاد، ما تسمعينا كده طيب. يلا جيبوها يا ولاد، انت كنت بتلعبي تايكوندو يعني خلاص في قوه وفي حماس. صح صح. اتفضلي يلا. وما يمكن ما حفظش وانا معاكي. يلا جيبوها يا الاولاد. نغني معاها مع بعض. يلا جيبوها يا الاولاد. جيبوها يا الاولاد. يلا جيبوها يا الاولاد. جيبوها. لا اعلى. الله كده. جيبوها يا الاولاد. جيبوها. جيبوها يا الاولاد. جيبوها يا الاولاد. وكان في كمان جوي. شوفي انا مش هسيبك. وبعدين طلع صوت حلو. ده معايا. اعطيني اللحن. اولي 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 جوي جوي. وفي مغاق جوي مظبوط. فعلا صوتك جميل. صوتك حلو فعلا، مش عارف ليه مكسوفه. شكرا. كم تتوقعي نتيجه المباراه؟ انا كنت اتوقع فوز المنتخب المغربي. لما ننسوش انه اللاعبين المنتخب هم نجوم على كفاءات، فهم نجوم من نجوم المنتخب. ممكن النتيجه تكون في هدفين لهدف او ثلاث اهداف لهدفين، فالفريق ما غاديش يكون كبير ان شاء الله. ان شاء الله. من اكثر لاعب ممكن ان تتخوفي من اعتزاله يوما ما في المنتخب المغربي؟ يعني هو كل اللاعبين ما شاء الله عليهم عندهم مكانة في قلوبنا. صراحة ما عنديش لاعب محدد، وإنما كلهم. يعني أنا كنشوف أنه نسخة قطر 2022 لكأس العالم هي أجمل نسخة للفريق المنتخب المغربي خلال هذه السنوات الماضية. من أبرز لاعب، من أكثر لاعب تحبينه في تاريخ المغرب في كرة القدم؟ يمكن أنا في نسخة 98 أكثر لاعب اللي كان قريب لقلوبنا وكنا كنغنيو ليه أغازيج وأغاني هو الشماخ والدزيري. مروان شماخ. والدزيري. الدزيري؟ يوسف الدزيري تقريبا. ما تنذكرش الاسم ديالو. الدزيري. كان معروف. جواد الدزيري؟ جواد يمكن. جواد الدزيري. وفي بادو زاكي. بدو الزاكي. نعم. كأس الأمم الأفريقية 86 لو أنا متذكر صح كان حارس المرمى. كان هو حارس المرمى. مظبوط. لا في أسامي كتير في تاريخ المغرب. أسامي عظيمة جدا. مريم عندك دراية باللغة الأمازيغية؟ شوية. يعني إيه الكلمات مثلا اللي ممكن تكون قريبة على العربي شوية؟ هو بالنسبة لمنطقة سوس مسا اللهجة الأمازيغية هي شوية يعني بمقارنة مع اللهجات الأمازيغية اللي كتتواجد بالمغرب هي أقل يعني صعوبة، وفيها كلمات اللي كانت تستعملوها يعني أسامي عربية وكلمات عربية كانت تستعملوها في اللهجة. بحكم أن والدي هم ما كنتموش لهذه المنطقة، أنا تزاديت وكبرت بمدينة أكادير، فمسقط راسي مدينة أكادير، جيران أمازيغ وأصحاب وزملاء أمازيغ، فيعني تشبعت بهذه الثقافة واعتبرتها يعني من أنت فخورة فخورة بها جدا بجذورك العربية والأمازيغية. نعم. وهي دي اللي بتشكل الوطن. نعم. العربي، جميع الأعراق العربية تتلاقى ليعيش الوطن العربي. تمام. بشكله الرائع الذي دائما ما نصب إليه. يعني عايزين نعمل الجران فينال. جران فينال. ولكن بشرط تغنوا معايا. وراك. إيه مبروك علينا هذه البداية ومازال إيه مبروك علينا هذه البداية ومازال ديما المغرب ديما المغرب.